وللتعليق على الملف تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، السلطات الحكومية وأحزاب العملية السياسية تستمر في مسلسل الاغتيالات والخطف ضد المتظاهرين السلميين والناشطين في بغداد ومعظم محافظات العراق في سياق حملة تسقيط تظاهرات ثورة تشرين. ماذا يعني استمرار استهداف الناشطين والمتظاهرين بهذه الوتيرة دون ما أي تحرك حكومي لكشف الجناة ومحاسبتهم؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. عليكم السلام. نعم، في الحقيقة تم توثيق الكثير من عمليات الاغتيال المنظمة للناشطين في ساحات التظاهر. بالنسبة للحكومة العراقية، أولا لا تستطيع، وثانيا لا تريد أن تقوم بوضع حد لمثل هذه الانتهاكات الخطرة والجرائم التي تحدث بحق المواطنين العراقيين الناشطين في التظاهرات. أولا الحكومة العراقية لا تستطيع الحد من وضع والقبض على هؤلاء المدنيين الذين يقومون بهذه الأفعال، لأنهم أولا لا تملك الدولة أي سلطة عليهم، بل على العكس هم سلطتهم وتنفذهم على من الدولة. بالإضافة إلى ذلك، الدولة أصلا لا تريد أن تقوم بمثل هذا الشيء لكي تستمر حملة التخويف والإرهاب ضد المتظاهرين بمنعهم من البقاء في ساحات التظاهر، وأيضا منع الذين يريدون الانضمام إلى التظاهرات أيضا عن طريق استخدام هذا الأسلوب. نعم. طيب، يعني على الرغم من توافر الأدلة والتقارير التي تشير فيها الحكومة نفسها بوجود طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين، لكنها تقف موقف المتفرج، لماذا يا ترى؟ الحكومة تعلم جيدا من هو الطرف الثالث. الحكومة والطرف الثالث هذا الذي تقول وتدعي أنها لا تعرفه، هي تعرفه جيدا، وكليهما مستفيدان من عملية اغتيال المتظاهرين، وبالتالي الاستفادة من القمع الذي يمارس، وبالتالي القضاء على التظاهرات. إذن الحكومة العراقية لن تقوم باعتقال مرتكبي هذه الأفعال أو تقديمهم إلى العدالة، وبالتالي الحفاظ على حياة المدنيين في التظاهرات. نعم. طيب، مفوضية حقوق الإنسان الأممية أصدرت بيانا جددت فيه إدانة للسلطات الحكومية جراء استمرار عمليات القتل والخطف والتعذيب بحق الناشطين والمتظاهرين. ما الذي ستفيدنا تكرار الإدانات دون أي فعل ودون أي إدانة فعلية من الأمم المتحدة، دون أي تحرك رسمي تجاه هذه الجهات؟ يعني على الرغم من ان هذه كما تفضلت ان هذه التقارير وهذه الادانات يعني لحد الان لم يترافق معها تحرك فعلي في سبيل القاء القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعداله، ولكن تبقى هذه التقارير وهذه الادانات مهمه على المدى البعيد، لانها في التالي لابد ان تحدث التاثير، ولا بد أن يتغير هذا الوضع الذي الآن مجرد إدانات، لا بد أن يتغير إلى تحرك فعلي حقيقي على الأرض من أجل وضع حد لهذه الجرائم ضد المتظاهرين. ما دام المتظاهرون مستمرون على صمودهم ومستمرون في ساحة الاعتصام، لا بد في الأخير أن يستجيب المجتمع الدولي سواء أو الأمم المتحدة، ويتم اتخاذ اجراءات حقيقيه اكثر على الارض والحد من هذه الافعال الاجراميه ضد المتظاهرين. نعم. نائب وزير الخارجيه الامريكي للشؤون السياسيه ديفيد هيل قال انه مصدوم من حجم المأساة الخاصه باستمرار عمليات الاغتيال والاختطاف التي تنفذها الميليشيات ضد الناشطين والمتظاهرين في العراق. يعني في هذا السياق، هل أن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين في الميليشيات وفي الحكومة كافا لردعها عن استهداف العراقيين العزل؟ نحن نعرف بالتأكيد أن هذه الإجراءات هي ليست كافية، خاصة وأن الوضع مستمر على ما هو عليه، وهذه الميليشيات ومن يقومون بقتل التظاهرات
المتظاهرين عفوا وقمع التظاهرات هم مستمرون في افعالهم. نحن نعرف جيدا ان الحكومه الولايات المتحده الامريكيه هي مستفيده اصلا من قمع التظاهرات لانها لا تريد ان تغير الواقع الذي يعيشه العراقيين، خاصه وانها هي التي اسست العمليه السياسيه الفاسده في العراق واسست للدستور، وهذا وهؤلاء المتظاهرين ينادون الان باسقاط. نعم، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.